واحد سأل النبي الكريم قال له قل لي كلاما يعني كافي، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. ضغط له الدين بكلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. لها ثقيلة، قال له أريد أخف من ذلك. تألت عليه، شو استقيم؟ ما أكذب أبداً يعني؟ ما غش؟ ما أقعد مع مرتخي؟ أريد أخف من ذلك. شو أجابه النبي الكريم؟ قال له إذاً دقق فاستعد للبلاء. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، هذه الصلاة في العتمة، لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. اثنين، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، في حفظ الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في تكريم الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت معك ضمانتين، من الفجر إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر، يعني 24 ساعة. أنت الوقت كله في حفظ الله وتوفيق الله وطاعة الله. إذاً لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. القرآن: إن ناشئة الليل الذي ينشأ في نفسك من صلاة الليل الفجر أشد وطئاً وأقوى مقيلة. يعني الظهر قد تأتيك خواطر أثناء الصلاة، يا ترى الموظف داوم وأنت بالصلاة، قد تأتي خواطر في الظهر والعصر. أما الفجر لا في اتصالات ولا في مواعيد، هذا الوقت لله. وكل إنسان يحرص على صلاة الفجر يحرص على التوفيق في نهاره كله. أنت بالنهار كله في رعاية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في حفظ الله، كأنك تضمن السلامة والسعادة في هذا الوقت. ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أخواننا الكرام، موضوع اليوم دقيق. مرة كنت بأمريكا، دعيت إلى زيارة معمل سيارات الأول في أمريكا. الخبير مع المترجم أبلغني أن هذه المركبة فيها 300,000 قطعة، 300,000 بالتمام والكمال. أما أنك راكب سيارة، المركبة 6 قطع بس: الغلاف المعدني، المحرك، المقاعد، العجلات، المقود، البنزين، 6. ويبقى 300,000. طبعاً هذا مثل طريف. ممكن هذا الدين العظيم في مليون موضوع، ما ببالغ والله، في 100,000 عالم على مستوى الأرض، في مليونين كتاب، هذا الدين العظيم بكتبه وعلمائه ومساجده، هل يمكن أن يضغط إلى كليات؟ كليات كبيرة. اجتهاد مني ولعلي أصيب. أول كلية العقيدة، الفكر، التصور، الجانب الإيديولوجي بالمصطلح المعاصر، المنطلق النظري في الإنسان، المبادئ، الجانب العقلي التصوري،
هذا جانب فهمك للدين منهج الإله، فهمك للدنيا مؤقتة وزائلة تنتهي بالموت، فهمك للقرآن كلام الله، فهمك للأنبياء نخبة البشر، فهمك مجموعات مفاهيمك وتصوراتك عن الدين، هذا جانب عقدي. إن صحت العقيدة صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. يعني مثلاً من غش فليس منا، والحديث الآخر من غشنا. طبعاً كل نص له معنى، من غشنا نحن المسلمين فليس منا، أما عظمة هذا الدين من غش، لو غششت مجوسياً لست من أمة محمد. الغش مكر، الغش كذب. فالإنسان لما يغش يظن حاله ذكي هو أحمق. صحتك بيد الله، خسر بالدماغ، تقلب حياتك إلى جحيم. لما تعرف أنه أنت في قبضة الله، سمعك، بصرك، قوتك، نشاطك، تكلمك، أسرتك، بيتك، دخلك، إنفاقك، صح، أنت في كل قضية بيد الله، أيعقل أن تكون بيده وتعصيه؟ أيعقل؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالجانب العقدي مهم جداً، هذا الجانب يحتاج إلى طلب علم. يعني للتقريب، من أجل أن تضع حرف دال قبل اسمك، دال نقطة فلان، ماذا تعني؟ دكتور يعني، كم سنة دارس؟ بين ابتدائي متوسط توجيهي، ليسانس في الآداب، بكالوريوس في العلوم، دبلوم عام، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتوراه، 23 سنة دراسة من أجل دال فقط. وجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا تستأهل أن تحضر درس علم؟ ما لي فاضي لك، ليش فاضي؟ إذا مالك، ما عندك وقت تعرف مين أنت، هويتك، سر وجودك، غاية وجودك، منهج خالق الأكوان، الحلال الحرام، يجوز لا يجوز، أين أنت؟ إنسان بلا دين تائه شارد، يخبط خبط عشواء. أما بدين على منهج، ماشي على منهج، منهج من؟ الخالق، المربي، المسير، الخبير. جهة في الكون واحدة هي الله، تعلم ما يسعدك وما يؤذيك، تحبك أعلى محبة. يعني من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أنت لو تذوق طعم القرب من الله، طعم الاستقامة، انضباط، بيتك إسلامي، حرفتك إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما في تدجيل، ما في معاصي جانبية مع الحرفة، بيتك إسلامي، عملك إسلامي، همك إسلامي، انتماءك إسلامي، تسعى لقوة هؤلاء المسلمين، تسعى لرفعة شأنهم، هذا كله تراه عند الموت. يقول المؤمن إذا وصل إلى الدار الآخرة وقد عانى ما عانى، وقاوم وتحمل وصبر واضطهد أحياناً، اضطهد لأنه مسلم فقط. أكبر ذنب الآن هو مسلم، مسلم كأنك مجرم، هذا الإرهاب.
صنعوا لنا كلمة ما لها أي تعريف، هم يرفضون تعريفها. أي إنسان خالفك بالرأي أنت إرهابي. ما في دليل، بلا دليل، بلا تعليل، بلا أسباب، ما دام أنت خلاف رأيه أنت إرهابي. عم تدافع عن وطنك إرهابي، عم تدافع عن دينك إرهابي. هذه الوصفة يرفضون تعريفها لتبقى مائعة، كما يشاءون يفسرونها. إذن العقيدة هي أصل الدين، التصور، الفهم، الإيديولوجيا. هذه العقيدة إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل أبداً. والحقيقة كثير في أحاديث قد تفهم خطأ، فالبطولة لا أن تروي الحديث، أن تفهم معناه الدقيق. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخواننا الكرام، الكليات الكبيرة أول شيء العقيدة، الفكر تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى أن تجلس في المسجد على ركبتيك تستمع إلى العلم، إلى منهج الله، إلى الحلال والحرام، الخير والشر، ما ينفعك وما لا ينفعك. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالاستقامة الآن، الاستقامة الآن حركة سلبية، سلبية. يقول لك أنا ما أكلت مال حرام، تمام، أنا ما غشيت، أنا اخترت زوجة صالحة تصلي وتتحجب، أنا عملي مشروع، أبيع أغذية، أبيع أقمشة، لا أبيع خمور، ما في عندي نادي ليلي، ما في عندي عمل في محرمات، أو لو كان عملي حلال ما في كذب، ما في غش. فأنت ماشي معك منهج. أخواننا الكرام، أكبر خطأ يتوهمه المسلمون، أكبر خطأ أن الدين صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. هي عبادات شعائرية، عبادات شعائرية. أما الدين هو العبادة التعاملية، والتي تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية. كسبك حلال أم حرام، إنفاقك، سهراتك، لقاءاتك، الشاشة مضبوطة أم غير مضبوطة، البنات متفلتات أم محجبات، أولادك دللتهم على الصلاة، أهم شيء كتبوا وظائفهم، كتبوا صلاتهم ما بيهمه، أولادك، بناتك، من حولك، زوجتك حجبتها لما تتباهى بجمالها، سهراتك مختلطة لما في الرجال والنساء، ما في اختلاط. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الدين منهج تفصيلي لا أبالغ، في 5000 بند، الصلاة والصوم والحج والزكاة 5 بنود شعائرية. يعني أنت لماذا تأتي إلى هنا؟ سؤال. تأتي إلى هنا كي تتلقى تعليمات الخالق، درس الدين، خطبة الجمعة. طيب، ولماذا تأتي أيضاً؟ تأتي لقبض الثمن، بتصلي ما دام مستقيم، لك عمل صالح، يحدث لك إقبال على الله. أنت الآن اتصلت بالذات الإلهية، اتصلت بالرحيم تشتق الرحمة منه، اتصلت بالعليم، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، لو اتخذه لعلمه، اتصلت بالعدل منصف. يعني زوج البنت له مكانة، وضعه المادي جيد، يحتفى به احتفاء مذهل، يأتي إلى البيت، يستنفر أهل البيت لخدمته، بنت أخرى
جاءها خاطب مؤمن طيب صالح لكنه غير غني، يملوه بعقلهم الباطن. لما أهملت زوج الزوج هذا الثاني المؤمن المستقيم، أنت حطمت بنتك، حطمتها. العدل أساس الملك، كل بطولتك أن تعدل بين أولادك وبين كنائنك وبين من حولك. يعني النبي الكريم ذكر له شخص أنه أعطى اشهد أني منحت ابني بستاناً حديقة، قال له ألك ولد غيره؟ قال له نعم. قال له أمنحتهم مثل ما منحت هذا؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. أخواننا الكرام، بطولتك وذكاءك وتوفيقك أن تعدل بين أولادك وبين بناتك. يعني بيكون في ابن ذكاؤه زايد بهلول بيأخذ أشياء من أبوه كثيرة جداً، واللي ما عنده الإمكانية بيأخذ أقل شيء. لا، هذا خطأ كبير. إياك أن تعطي بقدر الولاء، أعطي بالعدل والولاء يأخذون أجرهم يوم القيامة فقط. ولاء الابن لوالده، خدمته لأبيه يتقاضى أجره عالياً يوم القيامة. أما في الدنيا اعدل بين أولادك. إذاً الاستقامة هي الكلية الأولى. ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. صور دين بلا استقامة يصير فولكلور. قرئ القرآن في باريس، القرآن كلام خالق الأكوان على أنه فولكلور شرقي، يعني فولكلور يعني قوس إسلامي، بطاقة إسلامية، يعني هدية إسلامية، مصحف مثلاً، فولكلور شرقي القرآن. أما هو كتاب خالق الأكوان، كتاب المنهج. فلذلك الاستقامة ما لم تحصل لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. صار الدين تراث، بيقول لك تراث حضاري، عادات، تقاليد. هلا في مصطلحات حديثة، خلفية إسلامية، عنده خلفية إسلامية وعنده أرضية إسلامية وعنده توجهات إسلامية، وهذا القوس إسلامي والبطاقة المعايدة إسلامية، هي هي. بعدين بيقول لك الدين حقائق روحية، وكمان في مشروبات روحية، حقائق روحية ومشروبات روحية وروحية بروحية، هي حياة المسلمين. ما لم تتميز باستقامتك، ما لم تتميز بالتزامك، ما لم تتميز بأولادك، ببناتك، بأصهارك، بحرفتك، ما نوع هذه الحرفة؟ يعني أنا الدين أقل ما في الدين الشعائريات، أقل ما فيه. يعني عفواً، نحن كم مليون كمسلمين؟ الحقيقة مليارين مسلم، مليارين مسلم أحدث إحصاء، مليارين مسلم وخمس عواصم محتلة من فئات ضالة، مليارين مسلم وأمرنا ليس بيدنا، القرار ده مو من عندنا، من غيرنا. تعقد مؤتمرات لبحث قضيتنا، احنا ما لنا علاقة، لا ندعى نحن. مؤتمر يعقد لبحث قضية الشرق الأوسط، نحن غائبون. لكن يعني ملخص ملخص الملخص، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. هان أمر الله، ده لا تدقق. شو ما تدقق؟ حرام. لك هي قضية ساعة، مو مشكلة ما دام ما تدقق تحمل. في يعني لفتة حلوة كثير، واحد سأل النبي الكريم قال له قل لي كلاماً
يعني كافي. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. ضغط له الدين بكلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. لها ثقيلة. قال له أريد أخف من ذلك. تقلت عليه شو استقيم؟ ما أكذب أبداً يعني؟ ما غش؟ ما أقعد مع مرتخي؟ أريد أخف من ذلك. شو أجابه النبي الكريم؟ قال له إذن فاستعد للبلاء. الأبقى هلأ لك. والله المسلمين يعانون ما يعانون، بيصلوا عندهم مساجد ومصحف، مصحف أحلى آية الكرسي بالصدر، وكمان بالمركبة في مصحف صغير حاطه، بس ما بيساوي شيء. هذه لا تقدم، أنا مو غلط هي أبداً، مو غلط، بس لا تقدم ولا تؤخر. دخلك حلال، أنت قايل النسبة كذا، البنزوات الصوديوم 3 بالألف، حاطون 3% هي مادة غذائية، بيرتفع السرطان. ما تدقق، كم بدك تدقق بالصلاة فقط؟ أقل ما في الدين الصلاة. أما التعامل اليومي بدءاً من فراش الزوجية وانتهاءاً بالعلاقات الدولية، هذا الدين. منهج تفصيلي، كيف اخترت زوجتك؟ كيف ربيت أولادك؟ كيف اخترت دخلك؟ حلال لما حرام؟ مرة هيك واحد عم يبيع طاولات زهر، هي طبعاً محرمة، عم أنا عاتبه، قال لي أستاذ بس عليها طلب كثير. ما بيهم حلال المحرم، بس عليها طلب لنبيعها. يعني الناس الربح فقط، همه المال فقط، همه بيت، بالحلال بالحرام، تقسيط ربوي، ما بيهم. لا تدقق، هي شو آية لما حديثة لا تدقق؟ كلمة شيطانية، كلمة شيطان، بدك تدقق. الجلسة حرام، فيها اختلاط، والتجارة ما بتجوز في مادة محرمة. الأيام شو بصير؟ شركة عملاقة وأنت وكيلة، بيلزموك بمادة محرمة، إن ما أخذتها نسحب منك الوكالة. والله مضطر، شو ساوي؟ أما المؤمن بيركل بقدمه أكبر مكسب إذا في مخالفة لله، بيركل بقدمه أكبر دخل لك. استقامة إخواننا الكرام شيء دقيق جداً، استقامة. بس سلبية، ما أكلت مال حرام، ما غشيت، ما كذبت، إيه؟ بس بدنا شيء إيجابي، العمل الصالح. العمل الصالح سمي صالحاً لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. يعني علة وجودك الوحيدة في الدنيا العمل الصالح والدليل. لا تقبل شيء بالدين بدون دليل، ولا ترفض شيء من دون دليل. الإنسان حينما يشارف الدار الآخرة يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، ما حدا بيقول لعلي كمل الطابق الخامس، ما كملته فيه يا ربي، أخلي سنتين زمان. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذا علة وجودك الوحيدة العمل الصالح، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصواب الموافقة السنة. الأولى عقيدة، الثانية استقامة، الثالثة الصلاة. نعم، الأولى عقيدة، والثانية استقامة، والثالثة عمل صالح، الرابعة الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ذكر. إن ذكرت الله، يعني إن صليت فقد أديت واجب العبودية، أنت عبد لله،
الآن الله قال فاذكروني إذا صليتوا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، فاذكروني أذكركم، إن ذكرتموني أذكركم، إن صليتم ذكرتموني، إن قرأتم القرآن ذكرتموني، إن استغفرتم ذكرتموني، إن دعوتم ذكرتموني، فاذكروني أذكركم. إن ذكرت الله واضحة كالشمس، ماذا يكون إذا ذكرك الله؟ يا الله هم الشاهد، إذا ذكرك أعطاك السكينة. شو السكينة؟ تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أعطاك السكينة، السكينة سيدنا يونس وين رآها؟ بط الحوت. وسيدنا إبراهيم في النار، سكينة. أعطاك السكينة، أسعد إنسان بالأرض ولو كنت في بطن حوت. دقيق. فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ونبي كريم ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. دقيق. ونجيناه من الغم. كمل. وكذلك ننجي المؤمنين. القصة الرائعة المذهلة، احتمال النجاة صفر، هالقصة هي قلبت قانون. وكذلك ننجي المؤمنين. أي واحد من الإخوة الحاضرين والغايبين، أي مسلم عنده مشكلة، الله بتنحل عنده، تنحل عنده مهما تكون كبيرة. تعطوا الله أكبر مما عرفت، كلما المعرفة زادت الله أكبر، رحمته أكبر، عدله أكبر. يعني في أشياء، قصة أرويها والله بتحفظ. لي أستاذ في الشام، له عمي ربته هي، هو يتيم الأبوين، عمته طولت التربية وعمته خدمته كثير، بعدين توفيت، رآها تشتعل في المنام، تشتعل، أعوذ بالله، إنه هي أضغاص وأحلام. مرة ثانية، مرة ثالثة، أقسم بالله 8 أشهر من حين لآخر كل 10 أيام شاعلة. ثم وجدها يعني بحالة نفسية رائعة جدا، لابسة غطاء أبيض ولبس صلاة، وشها منوير، وجهها منوير. قال لها عمتي شو قصتك؟ قالت له الحليبات. شو الحليبات؟ أقسم لي بالله أستاذي هو، قال لي 6 أشهر فشو الحليبات؟ عند أولاد زوج، أولاد الأصليين كاسة حليب كاملة، أولاد زوجها نصها مي نصها حليب، نصها مي ما بتبين، نص حليب كملتهم ماء، هذول أولاد زوجها. 6-8 أشهر عم تقول، عم تشعل. الله كبير، إياك أن تظلم بين ولدين، بين بنتين، واحدة زوجها فقير مهملة، واللي زوجها غني ترحيب يفوق حد الخيال. وين قاعدين؟ بنادك هذول أولادك، اعدل. قال له اعدل يا محمد. قام غضب النبي، قال له ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ مين قال لي غيري؟ العدل أساس نجاح الأبوة، نجاح الزواج. اعدل بين أمك وبين زوجتك. حق الأم ما بيلغي حق الزوجة، وحق الزوجة لا يلغي حق الأم. يعني الكلام الدقيق، أعطي كل ذي حق حقه. أخواننا الكرام، الحقيقة أن الدين عظيم، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج تفصيلي وطلب العلم. بس سؤال دقيق،
شو في أشياء فرض علينا بمعنى بلاها منموت؟ التنفس مضبوط، شرب الماء، الطعام والشراب، هي فرائض. وبالدين في فرائض، كما أن حياتنا الفيزيولوجية المادية تحتاج إلى تنفس مستمر، وإلى شرب ماء من حين لآخر، وإلى طعام وشراب. وأيضاً في بالإسلام فرائض، فرض لسلامتك، فرض لسعادتك، فرض لنجاح زواجك، فرض لاختيار مهنة راقية، فرض لأولادك الأبرار. فالدين مو قضية ثانوية. بدي أيام تعود بما أنا بحي، يا ترى كم بناية حولنا فيه؟ المفروض يكون الجامع ما في محل، ثلاث طوابق ما في محل. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى تنتهي صلاته، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أخواننا الكرام، الدين شيء خطير. الدين سعادتنا، الدين استقامتنا، الدين نجاحنا، الدين توفيقنا في حياتنا، الدين كل شيء بحياتنا. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.